نعم أعزائنا المشاهدين، فقر وبطالة وجوع وعدم توفر فرص العمل جعلت مجموعة من شباب مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم في الجنوب الأشم التوجه إلى بيت الأردنيين، إلى جلالة الملك للمطالبة بحقوقهم، للمطالبة لشرح أوضاعهم، أوضاع أطفالهم الذين تركوهم جوعى حتى الوصول سيرا على الأقدام إلى بيت الأردنيين. عدم وجود أمبلانسات للشباب، هذا أول نقطة. امبارح صار معنا حادث سير، امبارح صار عندي أكثر من تقريبا من 5 لـ7 حالات في المستشفيات. الدفاع المدني مش موجود معنا بالمرة، اليوم صارت معنا البادية، واليوم الشباب هيها مستمرين إن شاء الله. إحنا أول ما طلعنا من العقبة طلعنا كان في دفاع مدني لغاية الجمرك، بعد هيك بطلنا نشوفه. الشباب انضغطت، الشباب بدها تعيش، الشباب بدها أنصاف للحق بها، للحق لها بوظيفة في مدينتهم. نناشد جلالة سيدنا. الله تعبنا، والله تعبنا، والله تعبنا، ما ضل حكي حكي، ما في صوت ما في. بنناشد جلالة الملك انه ينصف شباب العقبة بالوظائف داخل مدينتهم ثغر الأردن الباسم للعيش بكرامة. العيش بكرامة، بدهم يعيشوا. الشباب بيقول لك انا بدي اعيش بكرامة. اخواني وحبايبي، انا ابويا العقبة وعمامي 11 عام باقي محافظات المملكة، هدول جماعتنا واهلنا. بس انا ابويا اولالي في بيتي، مش ابن عمي يجي، ابويا واولاده اولى في بيتهم. فنتمنى من جلالة سيدنا انصافنا في ثغر الاردن الباسم. في عنا جلالة الملك المعظم يعيش، يعيش جلالة الملك المعظم يعيش، يعيش جلالة الملك المعظم يعيش، يعيش يعيش. عاش ابو حسين، عاش، عاش ابو حسين، عاش، عاش ابو حسين، عاش، عاش، عاش. بعض المؤسسات عنا مؤسسات حكومية يوجد لديها وافدين، انا لما اروح اقدم فيها بقول لي قدم لديوان الخدمة. أنا ابن البلد تقول لي قدم لديوان الخدمة، والوافد تقول له تعال هاي تصريح وتفضل اشتغل، وبياخذوا رواتب من 600 دينار ل 1000 و 1300 دينار، وهاي المصاري بتطلع برا البلد. أنا بخلي مصارينا بالبلد، هون بنقوي اقتصاد البلد، ما بنسحب منها، بنقوي اقتصاد البلد، ما بنسحب مصاري من البلد، بالعكس بنحط المصاري بالبلد، بنخليها في البلد. فإحنا بنتناشد جلالة الملك ينصفنا. والله 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 انه ما بدنا الشباب تلجأ لأي ملاجئ تانية، لأي أشياء تانية. يا أخوان احنا بالمسيرة هاي اجانا ناس حركيين، وجانا ناس بدهم منا أشياء نخرب. احنا سلميين بدنا نعيش بكرامة، احنا طلعنا من أول ما طلعنا من العقبة سلميين، بدنا نعيش بكرامة فقط لا غير. ما بدنا احنا لا تعون حراك ولا احنا بنخرب هذا وطننا وبلدنا وبيتنا، كلنا نحافظ عليه. احنا لا ننتمي لاي ناس، احنا ننتمي لا شغلني كلمتنا، احنا شباب العقبة من اول ما طلعنا من العقبة شغلني وحقق حلمي، انا بدي اشتغل. والله الناس مش قادرة تمشي من كتر المشي، والله مشيت الناس يعبت، اللي مصمت اللي رجليه مكسرة، والله الناس تعبت يا ابن الناس، ما حدا حاسب حدا، كلها قاعدة في بيوتها وخايفة على كراسيها. هيو في المستشفى من امبارح مرمي، وهيو حافي طلع، هايو حافي مرمي من المستشفى زي حافي. ما خلينا باب اللي ما دخلنا له، ما لقينا النتيجة، وبنطلب من الله من ثم جلالة سيدنا. بس أنا ابن العقبة، بكيف أنا موليد العقبة، حلو. أنا كل ما أروح وظيفة كان حكومية ولا خاصة بقول لي أنت فلسطيني غزاوي، الله معك، أنا اللي حق بالوظيفة زي هالشباب. أنا موليد العقبة وكل الشباب هذول إحنا دارسين معه، وإحنا أولاد الوطن، وأبو حسين أبونا، أبونا وتاج على راسنا وملكنا، والله يحميه سيدنا حامل الوطن، ويعطيك العافية، ويعيش جلالة الملك عبد الله، يعيش جلالة الملك، يعيش جلالة الملك. احنا طالعين عند جلالة الملك سيدنا انه نشتغل، كتاب تعيننا بس شغلونا يا عمي، ما بدنا منكم ايش. 7 اخوان ولا واحد فينا شغال، رحت على شركات بقول لي من واسطتك، بقول له الله، بقول لي روح خلي الله ينفعك، اقسم بالله وحياة الله ما زل عليك. يعني كثير اروح على شركات اين صار لي 3 سنين قاعد، واخواني هاي معطلين على العمل. ما بنتكلم بس بشباب العقبه، شباب العقبه فعلا عاطله من العمل، والنظام في العقبه نظام محسوبيه ووسطات، معك واسطه تشتغل، معك كاش ما بتشتغل. اللي بصير عندنا بتيجي بتقدم لنا وظيفه، تمام، بقتعها قابل
تجي بتقابل خلاص تمام نستنى يومين من بلغك تتفاجئ بتلاقي واحد مداوم محلك. يعني هاي المشكلة مش مشكلة بس عيال عقبة وشباب عقبة، مشكلة وطن. ما في اشي بيحرق الدم. يعني شباب عمر الوردة، شباب والله بتاخدهم بفزعوا لك، لو ينخاهم الملك والله بيحرقوا له الدنيا عشانه. يعني والله اشي بجرح القلب. قلنا اخواننا احنا بس بدنا نشتغل شغل، غير الشغل ما بدنا والله. يعيد جلالة الملك المعظم، يعيد جلالة الملك المعظم، يعيد جلالة الملك المعظم، يعيش. احنا هسه ما بنوجه مطالبنا لاي مسؤول ولا لاي نائب ولا لاي وزير، احنا بنوجهها منها من مكان نحن متوجهين على الديوان الخدمة الملكية للملك عبد الله، بس هذا اللي احنا بدنا اياه. ما بنوجه ولا لاي مسؤول ولا اي مسؤول عنا، المسؤول عنا ابونا اللي هو الملك حسين الملك عبد الله، الله يحفظه ويرعاه. عندنا 7 بنات في البيت، رحنا نشتغل ما في شغل، جبنا خضره اشتغلنا في الخضره المفوضيه تاعت العقبه، اخذت منا ب 2000 ليره خضره وقالت لنا روح دبروا حالكم بوظيفه، مكسور علينا شيكات، مكسور علينا اجار كهرباء، اجار مي، ابوي مع ديسك وسكري وضغط ما بيقدر يشتغل. عملنا اي شيء عشان نتوظف، ما بدهم واسطه تكون قويه عشان تقدر تشتغل. والله اللي ابوه مكرسح، اللي امه مريضه، واللي اقول لك عنده، واللي مطلق مرته، والله احنا حابين نشتغل. احنا من زي العالم الثاني، يعني نحرق ونسوي ونكسر. هاي ما شاء الله علينا، من اول ما طلعنا من العقبه لحد الان عمرك شفتنا سكرنا الطريق؟ 24,000 جار محل، وانا واحد من الناس فتحت محل اسبوع وسكرته، لحد الان مديون من وراه، لغايه الان معي شهادة مساح مش قادر اشتغل فيها الا 4 سنوات، دبلوم مساح ماخذها من كلية وادي السير. 6 شهور واحنا بنطارد على المكتب للمفوضية، هيو في المكتب، السكرتيرة في عندك واسطة؟ والله ما في. طيب شوف لك واسطة بلكن تشتغل. انه المصريين، في واحد كنا نداوم مع واحد اردني كان يعطينا في 10 دولارات في اليوم، نبوس 10 دولارات وجهه قفا. المصريين يقول لك ليش 10؟ ده انا ميتي 25 ليرة، ده انا متغرب جاي من مصر، حس فينا. طيب ها 25 ليره يعني في الشهر بلحق تقريبا 1000 ليره، يعني 10 دولارات والله يا دوب ايجار تاكسي، والله يا دوب ايجار تاكسي، اقل تاكسي بنطلع فيها ياخذ منه 2 ولا 3 دولارات، قول شيء ياكلك 2 ايش ضفي معك؟ 4 دولارات ايش بدك تجيب لها فيهم لحلك هذولا؟ صريح ايش بدك تجيب لهم لحلك؟ بدك تضحك على امك ايش بدك تجيب لها؟ تضحك على امك فيهم تقول يما داخل في 4 دولارات سكننا في المحدود طلع علينا خلال 10 ايام ترى قديش ميه؟ 300 ليره كهرباء 250، انا 560 ليره، انا لو اني زلمه موظف وعندي تامين ما بخلي امي تروح ترجع صاحب البيت، ولا بخليها ترجع صاحب البيت، بقول له خذ مصريك وطني ساكن في البيت، ماش فيش بدق على باب البيت زيك يطرني، مش هذا حكي بصير؟ مصريين والله ساكنين في 10 وفي 9 وعندهم مكيفات وعندهم كل شيء، صينيين هنود كل جمعه بنزلوا على البحر، بيطلعوا قوارب في يخوت وشغالين عندنا في الاردن. وبياخذوا في اليوم 30 ليره واحنا اردنيين بس بدنا 5 في اليوم مش 10 ولا 20 بدنا 5 شغلونا تامين نلحق حالنا. رحنا على كل المحلات ورحنا على كل الشركات بدي اقدم وظيفه، رحنا على كلين سيتي هاي شو اسمه الزباله هاي عشان نقدم فيها وما لقينا ولا اي طلب، وانا صار لي سنتين يا سيدي قاعد واقول لك والله حق باكيت دخان ما معي. نعم اعزائنا المشاهدين، هذا ما تحدث به الزملاء والذين اكدوا بان الواسطه هي سيده الموقف، ورغم وجود الاعمال يعني في مدينه العقبه لكافه المحافظات الا ان ابناء مدينه العقبه محرومين من هذه الاعمال. تحدثوا يعني بالم، تحدثوا بحرقه، تحدثوا عن الفقر، تحدثوا عن افرادهم، عن افراد اسرهم، عن ذويهم، عن ابائهم وامهاتهم المرضى والمصابين، تحدثوا عن الغلاء الفاحش الذي يمرون به مع عدم وجود وظيفه، ولسان حالهم يقول الى متى؟ على الرغم من انها مسيره كما سموها مسيره الصمود، الا انهم لا زالوا صامدين على امل الوصول الى بيت الاردنيين والى الالتقاء بسيد البلاد جلاله الملك المعظم، كونه هو الوحيد القادر على حل مشاكل هذه المجموعه الطيبه من ابناء البلد. نرجو الا تكون هذه المسيره ككره الثلج، وان يكون هنالك ضوابط، وان يكون هنالك لقاءات من جلالة الملك إلى هذه المجموعة حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بدفع ما عليه من أجور منازل وما شابه ذلك، وكذلك من أن يكون لأسرته، من أن يحضر لأسرته العيش الكريم. يعيش جلالة
الملك المقدم. يعيش يعيش جلالة الملك المقدم. يعيش أبو حسين. عاش أبو حسين. عاش أبو حسين. عاش عاش عاش. من على الطريق الصحراوي ومن أمام مسيرة الصمود، كان معكم للحقيقة الدولية عبد الحميد المعايطة. بدناش نخلي ورانا ولا شيء يا شباب، كل شيء مكاننا نطلع نظيف، محل ما بنقعد بنخلي مكاننا نظيف. يلا أبوي.